السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا ايه ناكل ايه النهاردة؟ هناكل فتة. ماهيش فتة وخلاص، فتة احنا اللي عاملينها كده ايه يعني ايه باختراع من عندنا، فتة وفول، فول اللي هو مش مهروس، فول يعتبر بيسموه ممكن يقولوا عليها اسكندراني، حد يصلحني ما مش مشكلة يعني، وبيض وبلح وزيتون وطبق القمر دوت. طبق ده جميل جدا، شوف شكله عامل ازاي، طبق اللي ده هو شكله يفرح القلب الحزين. والجبنه اللي احنا عاملينها يا جماعه، انا عاوزكم اوصيكم ان انتوا تعملوا الجبنه دي، خش على الفيديو بتاع الجبنه، مهم جدا جدا ان انتوا تعملوا الجبنه دي، هتعمر البيت بطريقه جميله. بس اهم حاجه تجيب المنفعه من مكان موثوق منه. ونخش بقى نشوف الفيديو ونتكلم في الفيديو. هنعصر بقى كده ايه ليمون على الايه على الموز ده عشان نحاول ان هو ما يسودش. انا قايل لكم الموضوع ده حصل في التفاح قبل كده. حط الليمونه دي في الميه ديت، شويه ملح كده. نبدا نحط البيض ده بقى. ديت تتبيله البطاطس، ديت تتبيله البطاطس وانا وريتها لكم قبل كده. وقنور دي ماركه كويسه جدا يعني. خلاص تتبيله البطاطس دي، تتبيله البطاطس. انزل بقى كده بالتتبيله، نعبي بقى البطاطس. البطاطس تاكل ثلاث ارباع. انا بحب البطاطس قوي يا جماعه، هي بصراحه يعني، وانا انصحكم ان انتوا تشتروا البطاطس دي الايام دي. شوفوا بقى اللي عايز اقول لكم على معلومه، النص ليمونه ديت وشويه الملح اتقشرت معانا على طول بسبب الليمونه، يعني الربع ليمون ده، هي ربع ليمون وشويه الملح بيخلوا القشره تطلع من يعني، بالذات لما تكون البيضه طازه بتبقى ايه بتتهرى كده، البيضه لما تكون قديمه ما بتتهراش. خليكم معانا، شفتوا ما بيتقشرش ما شاء الله عليها، بالليمونه دي هتساعدكم قوي، وبالذات لو البيض طازه. ديت الجبنه اللي بالمنفحة اللي احنا عاملينها، اللي احنا عملناها في الفيديو، وفي فيديو في القناه انا قايل لكم عليه قبل كده، الفيديو الكبير اللي هو في القناه، اكبر فيديو في القناه او اقدم فيديو في القناه، اللي فيديو الجبنه بالمنفحة. شوف الجبنه عامله ازاي، اللهم صل على النبي. هنعمل طحينه. اول حاجه بنحطها الزبادي، اهيت الزبادي بقت بتريح قوي في موضوع الزبادي، في موضوع الطحينه دي كنا بنقعد نلف فيها ساعه. هنحط الزبادي ديت، نحط الزبادي، شوفوا كده اهو، ننزل بالطحينه كده. حطينا كده 3 4 معالق طحينه كبار، معلقه خل كبيره، خل ابيض، حطينا الخل اهو معلقه كبيره، وحطينا فلفل اسود، شويه كمون، الطحينه بتحب الكمون، شويه كمون، شوية سكر، شوية ملح وشوية سكر. خلاص نقلب بقى، صلى على النبي كده نقلب. الزبادي بتحل الطحينة بسهولة جدا. ثلاث معالق مية كده بقى، حسب بقى هي مسكت معاك شوية إلا بالمية. شوف القوام كده بتاعها، شوف القوام بتاعها جميل. وخلي بالك انت لو دخلتها التلاجة هتتقل، يعني لو انت هتخليها مثلا لبكرة
تقوم مخففه شويه هتلاقيها تقلت الصبح. رغيفين كده خبز هنبدا من نقطعه كده بطريقه معينه، قطعناه مربعات كده، معلقه سمنه كده بلدي على النار اهو. بقى العيش اللي احنا قطعناه ده، طلع الخبز اللي احنا قطعناه، نحط شويه حمص كده، حمص جاي من معلب مسلوق طبعا وجاهز. حمص بقى جميل اهو، حطينا الحمص على النار اهو. نحط بقى الخبز اللي احنا حمصناه كده في طبعا معمول بالسمنه البلدي، ريحته جميله جدا. شويه توم كده وعليهم عصره ليمونه، بقى معلقه خل كده كبيره، معلقه خل حلوه كده ولا معلقتين كمان. ننزل بقى بالحمص هنا، بقى الحمص اللي احنا سخناه الحمص اهو. ننزل بقى بالثوم والخل والليمون اللي احنا عملناه ده اهوت، هننزل بيه كده، ممكن يسموها الدقه. وبعدين ننزل بقى ايه بايه، هننزل بالطحينه يا حاجه، طحينه، ننزل بالطحينه اهوت، ننزل بالطحينه بقى كده، الطحينه اللي احنا عاملينها دي فته على طريقتنا احنا اهو، دي الفته على طريقتنا اهوت. حط بس كده حبه شويه كده ايه عشان الناس تعرف ان هي من الحمص. شويه فول سوداني كده، لو عندك مكسرات حط علبه فول كده، شويه فلفل اسود، شويه كمون، رشه ملح صغيره لان هو فيه ملح، اظبط ملحك انت بقى. نحطه على النار كده ونشوف هنعمل ايه. الفول على النار اهوت، هنعبي بقى الفول هنا، الفول المدمس. حط شويه دقه من اللي احنا عاملينها بالخل والليمون، حط شويه زيت زيتون، مش هنحط زيت الزيتون دلوقتي، هنحط الطحينه الاول وبعدين نحط زيت الزيتون. حط شوية زيت زيتون بقى كده، شوية كزبرة بقى كده، طماطم كده متقطعة مربعات صغيرة، طماطم نية طبعا. رجعنا تاني للفتة اهوت، رجعنا للفتة، شوية الفول بقى، شوية فول سوداني، لو عندك مكسرات بقى كاجو وكلام من ده هيبقى حلو أوي وأبشر يعني، أو تحط عليها صنوبر. شوية زيت زيتون تاني، هنا بقى نحط شوية زيت زيتون، بسم الله كده بقى ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الله 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 الله. الفول روعة، الفول جميل قوي 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 بجد. خش بقى نشوف بقى ديت بقى نظامها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، شايف؟ شايف عامل حاج؟ الفتة جميلة جدا جدا.
فينا. ما شاء الله بجد، ما شاء الله ما شاء الله. الأكل دوت فكرني بفطار رمضان، فكرني بالفطار في شهر رمضان بجد والله. حاجة كده إيه، فيها ريحة كده، فيها ريحة. السحور ولا الفطار؟ سحور أو فطار. عارف شوفوا بقى مجد الاكل، انا عندنا كذا وصفه في الاكل النهارده، بس هي تعتبر ايه، وليمه. انا بعتبرها انها وليمه شعبيه. يعني ايه وليمه شعبيه؟ يعني الفول والحمص ده والفته ده اكل شعبي. اه فول حلو قوي. شويه الدقه اللي انت حطيتهم فيهم دول مش بعمل حاجه. اهو أكل معبر. أه والله انا عايز ذوقك ده يا حاج. الفول ده عجبني قوي قوي، بس انت هتتفاجئ بيه. مش انت اللي عاملاه، بس هتتفاجئ بيه. اهو حط لك بيضه. شوف كده، قولي لي رايك بقى، انت هتتفاجئ بالفول له طعم. طعم وشخصية. اي والله مش كده؟ الفول له طعم وشخصية. اكل كله جميل والله. اللهم صل على النبي. تعرفين انا قاعد ابص عليه من ساعتي، على صابع الموز اللي احنا حاطين عليه الليمون ده وما اسمرش. تاكله جميل اهو. لا طبق الفول رهيب. اه ده كمان الثوم رهيب 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 قوي، مش رهيب قوي. والبتاع دي جميله اخر الفته دي قوي. حاجه تفتح النفس. لا عطيله طعم غريب. جاب ايه فيه؟ مش بقول لك ده هو عصره الليمونه ده نزلت عليها اهو. شوفي يعني جودت معاه.
لا عصرة الليمونة مع الله كله والطحينة مع الثوم تترش على الفول كده حالة تانية. والطحينة كمان يا أم سعيد. الجبنة بقى أنا عايز أقول لكم على الجبنة، لازم تعملوا الجبنة دي يا جماعة، اللي هيعملها هيدعيلي. في فيديو في كذا فيديو في القناة على الجبنة، بس هو في فيديو مشهور على القناة اللي هي جلال اتنين، أوقات جلال اتنين، أي جلال اتنين، أي لا على 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 أوقات جلال اتنين صح. فعلا الاكل فطر لك في السحور. لا 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 الجبنه خطيره قوي. انا عايز اقول ثاني ايه دي جميله قوي. عامل سندوتش ده هو عامل لك سندوتش نارك مزاج. انا ما كانش عيش خالص لسه، ما كانش عيش، انا ما كانش الوقت. خدي خدي بقى على سؤال واحدة. لا 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 ذوق. خدي 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 بقى كمان. هي دي جت في ايدي. خدي يا سعيد يا حبيبة ابوك. استني استني خدي كمان. اطفال يعني عايشين مع اطفال، حاجة عظمة. زميلتك مفكرة بالسحور؟ قلتني والله. والله. لو واقف السحور ده. خد دي كمان حتة بوجة، دي فظيعة. دي ما تقوليش عليها بقى لحد. جميل، شوفي طعمها عامل ازاي؟ دخلت البتاع والامبارح هسأل على الجبنة، بيقول لي ب 700 جنيه الكيلو. 700 جنيه عفوا، 700 جنيه. أيوه. واحد وب 800 أرخص حاجة ب 400. قلت لهم متشكرين جدا. ما احنا ما جبناهاش. انا بعمل جبنه سوا 2000 جنيه بقى. اللي كانت هناك بيعت كامل. ايوه. اللي كانت هناك تاني برضه اقول لك عليه كده. احنا سيبناها. انا عايزين نعمل كنافه. انا عايز اجرب اعمل الجبنه في البيت. سهل. وانا قاعد من ساعتها قاعد ابص له عايز اكله، لانه ما ايه ما غيرش. شوفه شوف ما غيرش، شايف ما غيرش، عجبني. عامله الطبق الفول بالثوم والخل والليمون. لا جميل قوي. مش الفول وبعدين صحي. فول حلو. ما تحمليش حاجات. جميل. طيب بتقول جميل الاكل اللي اتفاجئت بيه. لو واحد الفول شوفوا غير ما تعملي لنا شويه الفول ده عاملين ازاي. ولو انت غسيتهم خلي بالك يعني. استني انا باين كده يا سعيده. نفس الخروق. خليكي معايا. انا هنا باين، هنا باين، عارف انت ده باين هنا في الكاميرا دي. باين ده باين شويه شويه. لو انت فركتهم كمان هيبقوا انقح يعني. بص هجمعكم. انت بتاكل حاجه اعملوا كده. اعملوا بقى كده. بص 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 غير يا سهيل اللي هو بتعمل له طشه على النار تقلبيه. لا لا حاجه ثانيه خالص. ده ده شيخ ده معمول له شخصيه ثانيه خالص يا حاج. ايوه ده معمول اهو. شوفوا عامل ازاي. حاجه صحيه بقى اللي عندهم عيشهم. الطحينه حلوه قوي. هنا موضوع الطحينه بالزبادي ده كمان يا اخواني يعني. بصوا الطحينه بالزبادي. شوفوا شويه الفول عاملين ازاي. بص والله لازم تكلف المطاعم بره. والله مره لكم. شوفوا شوف كده. خدها سهيله كده هنا كده. شوفوا عامل ازاي شويه الفول لما انا هرستهم بقى. وشوف الزيت الزيتون اللي عليهم بيلف ازاي. وشويه الطحينه المبيضه اللي بص كده باينه. حاجه عجبني. لا انت لما بصوا الفول الفول دخل نخشيش قوي النهارده والله. والاكل كله جميل ما شاء الله. نعمه ربنا. ربنا يديم علينا نعمه يا رب واحفظها من الزوال. مش عايز اطول عليكم انا عشان الفيديوهات كده تبقى خفيفه. واشوفكم بخير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكن يا عيال نشوف بقى الفول ده بقى نجربه كده تاني. هي المفروض حط مكسرات احنا حاطينها حاجه اهي. عايزك تدوق ده اهو لوحده.